له دعوة الحق. شاركني في تأمل هذا الخلق العظيم وأرسل فيديو إلى موقع نون يوضح تفكرك في خلق الله سبحانه وتعالى. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. لا يكاد بيت في العالم يخلو من الألبان ومشتقاتها، فكيف يصنع اللبن في بطون البقر؟ وما معنى الوصف القرآني لهذا اللبن بأنه سائغ اللبن؟ أغلب الناس يشرب اللبن في بداية يومه، فهو غذاء أساسي لأجسادنا، وإعجاز تكوينه في الدواب آية تستحق التأمل. صنع الله الذي أتقن كل شيء. Diciamo che l'attività di produzione del latte è un'attività molto complessa. Innanzitutto dobbiamo dire che l'animale supporta la sintesi del latte attraverso l'assunzione di alimenti. Nel caso della bovina gli alimenti sono costituiti da foraggi, quindi erbe, fieni, alimenti che sono eventualmente insilati. أول ما بدأ الدكتور كلامه قال إنها عملية معقدة، فتحويل العلف إلى لبن عالي القيمة الغذائية لا يمكن أن يتم لولا قدرة الله سبحانه وتعالى. الأبقار حيوان اقتصادي. اقتصادي شنو؟ عندك الأبقار يعتبر مرباعيات المعدة، فيها أربع معدة، نعتبر المعدة الأساسية اللي هي الكرشة. اللي يدخل في هالكرشة هذه مجرد غذاء بسيط رخيص، زين، أعشاب أو مثلا أعلاف رخيصة، زين، تنتج لك شيء ثمين اللي هو الحليب أو اللحم. Poi abbiamo il rumine che è questo grande fermentatore che consente la trasformazione delle fibre, dei foraggi, dei vegetali in nutrienti che la mammella utilizzerà per appunto formare grasso, proteine, lattosio e quant'altro. الأوروبيين اشتغلوا فيها 500 سنة عشان يوصلوا لك زين البقرة هذه إلى تنتج هذا الإنتاج العالي. اشتغلوا فيها العلماء سنوات طويلة من كانت بقرة وحشية موجودة في البر زين إلى بقرة موجودة تربى في مزارع ومستأنسة وتطلع لك إنتاج عالي. E naturalmente il circolo ematico, il sangue, è un po' l'autostrada attraverso cui questi substrati circolano e giungono all'interno della mammella. Pensate che sono centinaia di litri di sangue che ogni giorno passano attraverso la mammella. الدم والكرش الذي يحوي الفرث عنصران أساسيان في تكون اللبن، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النحل من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذا اللبن من بعض الدم ومن بعض الفرث، فكيف نستسيغه؟ I grassi vengono sintetizzati da appositi organoli all'interno della mammella e si crea una piccola pellicola sulla superficie del latte. Quello è il grasso del latte che rappresenta una delle componenti energetiche più interessanti, ma è anche l'elemento che al latte conferisce il gusto, il sapore, per cui quando noi consumiamo il latte e apprezziamo il tipico gusto del latte, questo strettamente dipende dalla quantità e dalla qualità del grasso. Poi abbiamo le
il lattosio. Il lattosio è uno zucchero, ma che conferisce una certa dolcezza al latte. القيمة الغذائية للبن قيمة عالية جدا، تحتوي على مصدر عالي بالبروتين، وأيضا مصدر الكربوهيدرات، وأيضا مصدر للدهون، وأيضا مصدر الفيتامينات الذائبة في الدهون مثل فيتامين كاف ودال وفيتامين إي وإي. هالفيتامينات هذه مفيدة جدا، تحتاج أن الجسم يستفيد منها وما نلقاها إلا باللبن. Abbiamo dei grassi che generalmente sono contenuti in ragione di 37-40 grammi per litro, delle proteine di altissima qualità e valore nutrizionale, contenute in ragione di 33-35 grammi litro. Poi abbiamo una componente glucidica di zuccheri, il lattosio. يعوض الماء، البروتين، الدهون، الكربوهيدرات اللي هو السكر، عندك اللاكتوز وعندك الفيتامينز كاملة، فيتامين A بكل شيء، كل الفيتامينات موجودة في الحليب. سبحان الله، من العلف والزرع إلى هذا اللبن السائغ. لذلك العلماء يعتبرون البقرة الواحدة عبارة عن مصنع متكامل. سبحان الله. E qui dobbiamo dire che le proteine del latte insieme con quelle dell'uovo sono le migliori proteine che noi conosciamo in natura. Dunque non possiamo immaginare una proteina di migliore qualità rispetto a quella del latte. Non è la proteina di riferimento a cui facciamo ovviamente riferimento quando immaginiamo una proteina di alta qualità. الأبقار هي أكثر حيوان إنتاج الإنتاج الحليب منتشر على مستوى العالم. ما في بيت يخلى من الحليب. حليب الأبقار بصفة في أي دولة في العالم. أغلب دول العالم. كلنا نشرب الحليب هذه الطريقة، يوصل إلى بيوتنا معبأ بالحليب بهذا الشكل. تعالوا معي نتعرف ونشوف كيف يتم تعبئته بالحليب. تحلب البقرة الواحدة في اليوم من مرتين إلى ثلاث مرات تقريباً، ومن خلال هذه الأجهزة يأخذ وقت حلب البقرة الواحدة من 5 إلى 8 دقائق على حسب كمية الحليب الموجود فيها، وتقريباً تنتج البقرة الواحدة في اليوم من 25 إلى 30 لتر. سبحان الله. الكويت تنتج بروحها يقارب عن 62 ألف طن سنوياً. زين، في مزارع الألبان وتوزع عندنا 45 مزرعة ألبان على مستوى الدولة. زين، عندها هالإنتاج عدد الأبقار عندنا 23.282 برا على مستوى الكويت. Ed è anche un prodotto che è molto versatile per ottenere tanti altri prodotti che regolarmente entrano nella nostra dieta quotidiana, no? Pensiamo dal latte quanti prodotti possiamo ottenere. Questo è un aspetto molto importante, e ottenere tanti altri prodotti, una gamma di prodotti molto interessanti, no? Dallo yogurt al formaggio a tutta quella incredibile gamma di prodotti che conosciamo. تنقل عينات من الحليب الطازج الخام إلى هذا المختبر، وهذا المختبر معتمد دولياً للتأكد من سلامتها وجودتها. وهذه العينات تخضع إلى 12 أو 15 اختبار للكشف خاصة عن المضادات الحيوية والسموم الفطرية. لفظ عظيم قد بدا إعجازه فتأكدا للخلق نهجا وهدى هدى لقوم متقين. طبعا هذا حليب طويل الأمد،
الفرق بين الحليب طويل الأمد والحليب تقريباً لطول 4 أيام وهذا تقريباً 6 شهور إن هذا يتعرض لدرجة حرارة أكبر إلى تسخين أكبر حتى تطول مدة صلاحيته. بس ما شاء الله يقولون عنه طيب، نبي نجربه معاكم. منتجات الحليب أو حصص الحليب الأفضل تكون من 3 إلى 2 حصص في اليوم للبالغين، وللأطفال تقريباً 3 حصص، والكبار أيضاً 2 حصص من منتجات الحليب ومنها اللبن. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سقي أحدكم لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فإنه ليس شيء يجزي من الطعام والشراب إلا اللبن. هذا البيان الساحر، هذا الجمال الباهر، إعجاز قول فاخر جاء به الوحي الأمين. هذا البيان الساحر، هذا الجمال الباهر، إعجاز قول فاخر جاء به الوحي الأمين. الحليب اللي تنتجه هذا يعتبر مادة غذائية، ما أقول لك كاملة، شبه كاملة، ينقصها شيء واحد وهو الحديد. شلون تجيب الحديد؟ لاص حليب، حبتين تمر، 3 حبات تمر، أنت خذيت غذاء كامل، عوضت النقص اللي هو في الحليب. النقص الحليب، نقص الحديد عندك شنو؟ تقدر تعوضه بالتمر. فالغذاء الكامل هو شنو عندنا؟ الحليب مع التمر. Il latte è acqua che è fonte di vita, è alimento che è rappresentato dai grassi, dalle proteine, dagli zuccheri, che è fonte di vita, è anche apportatore di quei minerali che sono essenziali per la nostra vita e la nostra salute. Non solo, il latte è uno dei pochissimi alimenti che una volta assunto ci rende più tranquilli, più felici, più capaci di riposare e di stare in salute. Per cui mi sembra che questa affermazione che nella tradizione del mondo arabo sia assolutamente importante a descrivere la completezza del latte come alimento. هل تأملت في يوم من الأيام وتفكرت لماذا أوجد الله سبحانه وتعالى هذا الحليب سائغ جاهز للشرب من غير أي تعديل ولا تكرير؟ إنه التسخير والتكريم من الله سبحانه وتعالى لبني آدم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ لاحظ مع هذا التسخير من الله سبحانه وتعالى، اسمع تكملة هذه الآية: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. أقول للملحدين والمعاندين: كفوا ألسنتكم عمن سخر لكم الأرض ومن عليها. قبل الأوان لا شيء كان. أدري هاي قاعد لا خلاص هو هداها كده. لا كان بيت العالم يخلو. فالله قال للكون كن شيئا فكان. تحلو الحياة إذا تفكرنا بآيات الإله. كحل رؤاك بكل ما صنعت يداك. إنها عملية معقدة، فتحويل العلم تروا كيف برا الله. كفو سالم، كفو مننك في البرنامج. ومن خلال هذه الأجهزة ليس شيء يجزي من ينفع على الشيء، فإنه بس هذا ما سوى الاختبار، خاف قاعد اشربه في شيء.